علي سأعود إليك. معي الآن النائب محمد الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب، وهو أيضا لديه تصريحات مهمة حول الموضوع. أستاذ محمد الشدادي، نعم نعم، لك تصريحات مهمة حول الموضوع، وأن الأمر هو ناقل الاجتماعات وليس ناقل المقر. ما الفرق بين الأمرين؟ والله من حق صلاحية دستورية لرئيس الجمهورية في الظروف الطارئة في الظروف الاستثنائية من حقه أن ينقل اجتماعات مجلس النواب إلى 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 أي مدينة، سواء كان عدن أو حضرموت أو، ولكن صدر القرار أمس بنقل اجتماعات مجلس النواب إلى عدن، وهذا حق من حق أصيل من حقوق رئيس الجمهورية. نعم، هو يحق لرئيس الجمهورية نقل اجتماعات مجلس النواب في أي مدينة يراها، لكن أيضا الملاحظ على قرار رئيس الجمهورية هو إلغاء كل ما ترتب عن اجتماعات الموالين لصالح والحوثيين في صنعاء، واعتبرها أنها غير شرعية وغير دستورية وغير توافقية وفق المرجعيات المعروفة الدستور وأيضا المبادرة الخليجية. هل كان يحتاج الرئيس إلى إصدار مثل هذه القرارات بالفعل لإلغاء تلك القرارات؟ والله من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، هذا حق أعطى لرئيس الجمهورية، حق له أنه يلقي أي قرارات غير متفق عليها، وأيضا القرارات الغير شرعية التي فعلا مرت في ظروف غير طبيعية وغير دستورية وغير قانونية أيضا، ومن حقه. نعم، حتى الاجتماعات هي لم تكن أيضا وفق المعيار القانوني، وهو التوافق، لم يكن يتوفر التوافق ولا يتوفر أيضا النصاب. لا التوافق ولا النصاب واللائحة واضحة في هذا الجانب، وقد فيها مفصلة تفصيل من كيف يؤدي مجلس النواب أيضا أعماله من ناحية دستورية أيضا من ناحية قانونية، وإذا كلها طبعا كانت مخالفة. نعم، هو بالمجمل كان مخالفة، والرئاسة هي أصدرت بيان في وقته وقالت أن هذا الأمر هو ملغي وغير قانوني. السؤال، هل كان يحتاج إلى قرار لكي يكون أيضا أكثر قانوني أم ماذا؟ والله من حق رئيس الجمهورية، هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية أن يتخذ القرار ما يراه مناسب. نعم، رئيس الجمهورية مرجع، والمبادرة الخليجية أعطته هذا الحق عندما يختلفوا في مجلس النواب، حتى وإن كانت القضية واضحة، لكن من حقه أن يتدخل فيها ويرى ما هو مناسب لمصلحة الوطن. ربما هو لأجل الشكل القانوني لكي يكون أكثر أيضا قانونية وأكثر وضوحا. نعم. أستاذ محمد، أنت كنائب رئيس مجلس النواب، هل تواصلتم مع رئيس المجلس يحيى الراعي ومع أيضا حمير الأحمر النائب الآخر لرئيس المجلس بشأن هيئة الرئاسة عموما، بشأن الترتيب للاجتماع في عدن؟ والله حاولنا بالاتصال مع رئيس المجلس، ولكن ما استطعنا أن نوصل عليه عبر الهاتف نظرية الظروف اللي تعيشها صنعاء. أما نائب رئيس المجلس يعيش في ظروف أخرى أيضا، تحت الحصار وتحت التهديد والوعيد، وصعب الواحد يصل لهم. نعم، هذا عن رئيس المجلس. ماذا عن النواب؟ هل هناك تواصل لعقد؟ والله حاولنا، أما لن يردوا على تليفوناتنا، وأما أن تكون التليفونات أيضا مغلقة. حاولنا عدة اتصالات. نعم، هذا مع رئيس المجلس يحيى الراعي، لكن ماذا عن النواب؟ هل هناك تواصل معهم؟ مع النواب ومع النواب. طبعا النائب كان أكرم عطية، برغم أنه كان محافظ، هذا كان أيضا مخالف لل نعم، ولم يعد أكرم عطية لم يعد نائبا. والله هو قد شغل سنتين محافظ الحديدة. نعم، من ناحية القانونية هو لم يعد عضو هيئة طبعا الرئاسة. الدستور واضح أنه لن يجمع بين عضو مجلس النواب والحكومة إلا وزير. نعم، هل هناك ترتيب لاجتماع قريب بعد هذه الدعوة؟ والله هذا الموضوع متعلق الآن برئيس الجمهورية، عندما يهيئ الظروف العقد أي جلسة إذا عليها الرئيس من حقه أيضا يدعوه إلى عقد جلسة للبرلمان. نعم، النائب محمد الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب، شكرا لك على هذه التوضيحات.